السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، ورجعت لكم بالحلقه الثانيه من لعبه ريزنت ايفل 3 ريميك. ودكم من يضغط زر لايك وسبسكرايب، والشكر الشكر لكم من كل قلب على دعمكم بالحلقه الماضيه. الله يعطيكم العافيه، اتمنى تصلون دعمكم. خلونا نكمل باللعبه الجميله جدا ذي بسم الله. طب اخر مره وقفنا هنا. خلونا بس نشوف الشنطه حقتي. اوكي نبتدي هنا، خلونا نشوف بدنا نخلطها. والله ما يمدي اخلطها مع ذي، والله احتاج لاسعافات صراحه ضروري، عشان الحلقه الماضيه كنا قاعدين نشرد من اللي هو النمسيس، فعشان كذا من الذين سوى ضرر. خلاص راح اخلي مع الاشياء ذي، والله ما ادري ذا حق الاكفال راح نحتاجه قدام ولا لا. والله ما ادري صراحه. هذه محطوط عليها علامه الزرديه، محطوط عليها علامه الزباله، شايفين؟ ممكن معناته انه خلاص يعني ما راح تحتاجها قدام. والله ما ادري صراحه، راح اخليها عشان يعني في مساحه، فيعني ليش نرميها؟ خلينا نشوف ايش فيه. طب خذنا رصاص، يا سلام رصاص الشات جان كمان. خلينا بس اشوف الوضع درب الشنطه، والله فل. خلاص خلونا نخليها، خلينا نشوف ايش فيه. اوكي اخذنا خريطه للمكان ذا اللي احنا فيه. طبعا احنا دحين بزي المجاري، عارفين كيف؟ فلازم نطلع من هنا. كان كيف اوصل هنا؟ خلينا نشوف، ممكن في باب من هنا ولا من هنا. فصراحة يعني شكرا لكم اخوان على دعمكم، والله يعني دعمكم يعني الكثير، فالله يعطيكم العافية. ان شاء الله اللعبة هذه راح اقعد انزلها بشكل يومي، على حسب علم اللعبة ما هي مرة طويلة. يعني ممكن راح اختمها بثمانية حلقات او تسعة بالكثير. فان شاء الله راح ننزلها بشكل يومي. هنا باين انه لازم نحط شيء. طب نحتاج زي الباور، نحتاج طاقة نحطها في الباب ده عشان يشتغل. خريطة بروح دحين من هنا، الله يستر. خلينا نشوف ورا هنا، اكيد في شيء. ما في شيء، خلاص. كل عقلي ممكن في رصاص هنا ولا هنا. ودحين ننزل من هنا. خلنا نحط السلاح ذا. اوه شفت شيء. طيب ادونا قنابل، الله يستر. والله المكان ذا مره ما يطمن. طيب دحين في عندنا طريق من هنا وفي طريق من هنا. طيب بالبدايه نروح من هنا. الا يا لطيف، والله طفش الشيء ذا. اديه. طيب مات. لا تمزحون انتم. حط لي الشوت جان. اوكي مات يا ساتر، استر ايش الشيء ذا. الحمد لله انه كان معي قنابل. والله شيء صراحه مره يفجع. الحمد لله انا هنا. والله نفسي ارجع ورا اشوف الطريق الثاني ذاك ايش كان فيه، بس بما انه وصلنا هنا خلينا نشوف ايش فيه. اوكي الشيء ذا باين ذا نخلطه. ها شو مع ذا؟ لا والله مو مع ذا. خلنا ناخذ الشيء ذي. يا سلام سلم، هو ذا اللي نبيه صراحة. سلاح باين عليه مرة رهيب. خلنا بس خلونا نفضي كم شيء من الاشياء اللي معايا. خلونا نحط اللي هي خلنا نحط ذا، خلنا نحط ذا، خلنا نحط زرعة من الزرعة ذي، وهذه خلوها معايا، ممكن ألاقي زرعة خضراء قدام يصير عارفين كيف نخلطها. السلاح ذا كم طلقة معايا؟ اثنين. صدقوني ما ادوني السلاح ذا إلا إنه يعني معناته في أعداء مرة جامدين راح نواجههم قدام. فالله يستر. الحين خلونا نطلع من هنا، بس خلونا نشوف ايش فيه. طيب خلاص باين هنا ما في شيء. الحين كل اللي علينا نرجع ورا، اعتقد مع الطريق ذاك اللي ورا. بس بنبدأ ننزل من هنا. في شيء هنا؟ لا خلاص ما في. ان شاء الله ما نلاقي من الشيء ذاك. عارفين اللي زي ذا اللي قتلناه، يخرب بيته قنبلتين يعني عشان تنهي لازم ترمي عليه قنبلتين. والله صراحة يعني شيء مرة ما هو سهل.
والله يستر، متاكد راح نلاقي زيه قدام. عارفين اللعبه مدتنا السلاح ذا من فراغ، قايل لكم كواحد باذن الله واحد تنهيه. مات بس ذا مات ولا لسه؟ اوكي مات الحمد لله، والله سلاح مره رهيب. خلينا نحط الشوت جان بس خلينا نشوف هنا في شيء. لا لا خلاص ما في شيء هنا. اوكي هنا لا 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 خلاص. لا تمزحون، حط حط الشوت جان السلاح ذا كنا نديه كذا. اوكي ان شاء الله خلاص مات. خلاص باذن الله مات الحمد لله. تعرف ايش المشكله لو طلعنا واحد ثالث ذحين حتكون مصيبه. من هنا ما ادري اعدي. طب نطلع لفوق من هنا. هنا في شيء؟ لا 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 خلاص. طيب اعتقد البطاريه اللي ندورها عارفين عشان نفتح الباب ذاك اللي ورا اظن راح نلاقيه هنا. ايوه هذه هي. اوكي هذه تحتاج مساحه كبيره. خلينا بس نشوف هنا في شيء. لا خساره صراحه هذيك اللي افتح فيها الاقفال حطيتها بالشنطه الكبيره. خلينا نخلط الزرع ذي. اكيد خلينا نستخدمها. خلينا نشوف ايش فيه. اوكي خلينا نشوف هنا كمان. خلينا ناخذ ذا ان شاء الله ما دام اخذه. خلينا نشوف انا خلاص اخذته. خلينا نخلطهم دحين سوا. بس خلينا نشوف هذا ما دام اخلطه مع ذا. لا لا خلاص ما يمديلي. اوكي شات جن صار معنا رصاص. بطارية ما ادري اخذها الحين. خلنا طب الشيل ذا على مو اللي ابغاه. خلونا نحطه هنا. كابغه هو كيف كذا. ايوه موف اللي ابغاه انا موف. خلنا نجيب ذا هنا. خلنا الحين نشيل الشيء ذا خلاص. اعتقد ال 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 القفل ذا يعني كل اللي فيه ممكن رصاص ان شاء الله مو شيء مره مهم. اوكي الحين كل علينا نرجع لورا. خشب من ذا معي رصاص؟ لا والله ما معي الا الشات جان صراحه. انا بحاول اتجنبهم كذا. الشات جان صراحه يعني ممكن لو اطلق مره كثير يعني ما راح يموتوا. من هنا في شيء؟ أما فين جيت طيب؟ أنا جيت من هنا، أوكي؟ أيوه أنا جيت من هنا. من هنا ما شفت أنا إيش فيه. خلينا نشوف إيش فيه. يا سلام. حط السكينة. أوكي إسعافات. أكيد إسعافات راح أخذها. صراحة راح أضحي بالشيء ذا. راح ناخذ إسعافات. ان شاء الله ذا اللي ميت هنا ما يصحصح. خلاص ان شاء الله ما راح يصحصح. طيب الحمد لله صار معنا رصاص من الشات جان واخذنا اسعافات. ان شاء الله احنا الحين كذا خلاص وضعنا بالسليم. والله والله اشردي اشردي. لا كيف كان ان شاء الله اشرد منه. والله بتجنب وانا. فين فين فين؟ كم من هنا؟ اعتقد الحين كل عليه يطلع من فوق. لا اطلع اطلع بس على فوق من هنا. اطلع على فوق ان شاء الله الباب من هنا ما اكون غلطان. ويلك كم بقدر اضربه واموت. الحمد لله هذا هو الباب. صراحه زي ما اقول لكم يعني انا لو ابغى اواجههم ذولي واطلق عليهم بالشوت جان يعني راح بس يخلصوا له رصاص. وافضل حل عارفين كيف انك تجنبهم. خلينا بس نشوف من هنا في شيء. يمدي افتح؟ لا 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 ما يمدي لي.
طيب خلينا الحين نشوف الغرفة دي ايش فيها. خلاص هنا ما في شيء. الله الله الشيء ذا طلع والله بشمل اني واجهه. هيا هيا نمسح حق يصير ضرر ولا لا؟ ها باين لما يفتح فمه باين. اشكي 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 سريع، هذا هو حرام عليك. لا والله شكله ينهينا على طول. والله يو ار ديد ما يمزح على طول ينهينا ذا. طيب طب خلاص الحين عرفنا نقطة ضعفه، ما يفتح فمه بانه لازم على طول نطلق عليه. اوكي الشيء ذا الحين ان شاء الله راح نقتله. خلاص عرفنا نقطة ضعفه، خلوه يفتح فمه. والله بس ما ادري كم طلقة لازم تطلق. رجع رجع لورا ان شاء الله مات باذن الله انه مات. لا هيا افتح الله يا اخ دول. مات خلاص ان شاء الله انه مات. الحمد لله انا هنا. يا اللعب الله يهديهم عدوني مره من ورا عارفين، فاضطريت صراحه الوحشين اللي شردنا منهم اني لازم اقتلهم، عشان كذا الرصاص اللي بقى معي ما هو مره كثير من الشات كان. طيب وين خلاص فتحنا الباب ده. ادري صراحه يعني شو استفدنا كذا من مدان، نروح كمان من هنا. اوكي اوكي اها عرفت الحين ايش يعني الباب ده ليه، عشان نجيب البطاريه عارفين ويصير خلاص نعدي من هنا. خذ البطارية، خذ حروح من هنا، خذنا شو اسمه نحط البطارية اللي معانا هنا. اوكي انا راح اروح مع الباب ده، بس لكن قبل ما اروح مع الباب ده عارفين هو بين طريق الاساس مع الباب اللي ورا، بس خلينا نشوف ايش فيه. ممكن رصاص السلاح القوي، شيء مهم لازم نجيبه. فين جيت انا؟ انا قيت جيت هنا ولا مو؟ والله ما ادري خليني اتاكد بس. والله اظن اني لقيت جيت هنا. اها الا 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 المهمة دي لما بديناها بديناها من المكان ذا عارفين، اخذنا يسار الباب اللي ورا. الباب ده ما اظن اني فتحته اللي على يساري، فخلوني الحين بس اروح اشوف الباب اللي حطينا في البطاريه ايش فيه، بعدين ننزل على تحت نشوف اخر باب يحتاج البطاريه عارفين ايش فيه. اوكي ايش عندنا هنا؟ يا سلام الحمد لله الحمد لله قدرنا نشيل اكثر. هذا اعتقد لو انه كان معايا عارفين ذا اللي زي الكريم ذا، لو كان معايا الاصفر لو خلطته مع الاخضر اعتقد كان راح يدير رصاص السلاح ذا. بس عاد ايش نسوي؟ كنا نحتاج الاسعافات. خلاص ما في شيء. اوكي اوكي وين بس الشنطة؟ بس في اشياء هنا. لا 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 خلاص الحين ناخذ البطارية. خلاص خلنا الحين نروح ننزل تحت نفتح الباب ذا نشوف ايش فيه. اوكي هو ذا الباب. هذا احنا اول شيء نحط البطارية. حلو فتحنا الباب ذا. ايوه خلاص باين طريق الاساسي من هنا. ما اعتقد صراحة انه لازم نرجع ناخذ البطارية، يعني احنا الهرجة دي كلها بس عشان نطلع من المكان ذا، فخلاص باين الحين قريب نطلع. اوكي احنا خلاص شغلنا القطار الحلقة الماضية عارفين. لا لا نمسس الله ياخذه. يا حبيبي نحب على السلاح كمان. اشردي اشردي اشردي
طب يقول اسكيب كل اعلان اشرد. هيا 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 نفسي اعرف الغرفة ايش فيها، مدري ادخل. طب هو الطريق من هنا. طب من هنا ما يمدي يجينا، ما عليكم. نطلع من هنا، ايوه مداني. طب الطريق الاساسي بانه على فوق. خل بس اشوف هنا بسرعة ايش فيه. اوكي خلنا نخلط هذي سوا، شوف ايش راح تدينا. حلوين، هذا رصاص للسلاح ذا. الله قاعد يزبطون، الله يستر. بعد النمسيس ذحين لازم نواجهه، قاعد يدون اسعافات كمان. والله خلوها كذا يعني، عارفين كيف؟ ما بخلطها صراحة. ايش عندنا هنا؟ اوه هنا في عندنا بتات، حلو حلو. اوكي. والله اذا ما لنا جايبينه دحين. خلونا نخلط الاثنين هذي سوا. خليكم نخلط الاثنين هذي سوا. حط ذا مع ذا. خلاص ان شاء الله كذا تمام. خلينا نسجل بس كم على السريع. صراحة زي ما اقول لكم باين دحين راح نواجه اللي هو الزعيم ذا النمسيس، فالله يستر. اوكي مع 3 طلقات شاتجان. كم طلقة؟ 3 بس. طب خلونا بابداع الشاتجان. خلونا نطلع على فوق، الله يستر. والله شكله بيطلع لنا دحين. طب بس طقي لي على ذا بس. ايوه والله ما في وقت استخدم المسدس الصغير. لا والله سمع صوته يا حبيبي. والله جاي. هي هي دحين احنا كل علينا نروح مع القطار، عارفين؟ خلاص يعني شغلنا القطار، احنا كل علينا نروح نشرد. اوه طب سريع سريع سريع. كيف بدنا نعدي دحين؟ والله شكله ورايا. طب اشرد سريع على طول. هيا والله جاي. من هنا من هنا من هنا من هنا. هيا والله يصلح بين عليه واحدة بواحدة، لو طلق علينا عطوا راح نموت. واضح كيف ننقز. اوكي هي نقزت. هيا هيا لطيف. على فوق على فوق. هيا فين يخرب بيت ابوه. برضو برضو على فوق. هيا ويلك انقز من هنا. يا سلام. لا ان شاء الله ما تطيح. كوك على فوق. في شيء هنا؟ خلنا بس نسجل. الشنطة حقتي ما فيها أي شيء، عارفين الكبيرة ذي اللي على اليسار، فخلاص لازم ناخذها. بس باخذ الشيء ذا. خلاص خلنا نطلع لفوق. شكله دحين راح نواجهه. الله يستر المساحة ذي. شايفين زي ما أقول لك راح نواجهه. اوكي يقول ديفيت يعني لازم نهزمه. طرح طرح السلاح الثاني. طيب ايش عندنا هنا؟ نبتة. اطرق عليه كذا. كمان كمان. اوكي طلقنا عليه طلقتين. اوه انا ابغاها فيه. الله ياخذه. خلنا نخلع نفسي واستخدم ذي. طب طب انا شفت رصاص من ال من السلاح ذاك. اوكي فينه فينه؟ والله اعتقد نقطة ضعفه، نقطة ضعفه ذا اللي وراه بنفجره. اشرد اشرد اشردي. طب شفت رصاص انا هنا؟ ترى السلاح ذا فين فين فينه؟ اوكي
اخي شفت شفته انت لسه بتعشقي. لا حول ولا قوه الا بالله. لا والله جاي والله جاي. هديه هديه يخرب بيت ابوك تراوغ. اشرد اشردي يا سلام. فجرنا تفجير. كم سوي شيء دحين؟ الشيء ذا ما يبغى يموت. لا والله ما بقى معي الا من السلاح ذا. لا اشرد اشردي. الله يحفظنا. الفجر هذه عنده خلوه يجي. لا يا ساتر انا مت مت. والله الحمد لله لسه عايش. اشرد 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 اشردي. الشنطة دي ايش فيها؟ خلنا نشوف. خذي خذي خذيها واشردي. لا عشقي عشقي عشقي. الحمد لله اربع طلقات. اقرب اقرب اقرب. يا لطيف شو الضربة ذي يا ناس. ذا الشيء ما يبغى يموت. يا الله خلني خلني اعالج نفسي. لا الله ياخذه. قاعد اعالج نفسي. اشردي اشردي يا ناس. والله يا سريع مرة. دي كده بإذن الله انه خلاص بيموت. فين فين فين؟ الحمد لله خلصنا هنا ان شاء الله. يا ساتر استر. والله ابن الذين كان جامد. صدقوني ما كنت متوقع اني راح اقدر عليه من اول محاولة. بس الحمد لله قدرنا عليه. ما اعتقد صراحة انه مات. اظل لسه راح نواجهه قدام. I did what I had to. I know. And thanks. The subway's ready to go. Hurry back. طيب بيقول لي return to the subway station. خلينا نرجع لمحطة القطار. والله الحمد لله كان معنا رصاص من السلاح ذا. والله لو كنا بس يعني بالمسدس الصغير عارفين والله كنا راح نعاني بشكل كبير. خلينا خلينا نروح نحط السلاح ذا. طب دول متى نسحبهم؟ ويجيبهم من الفجر هذا فيهم. انا فين ابغى اروح من هنا؟ والله شايف صراحه اكثر من طريق. تعال تعال الله ياخذك تعال. كادو قتلناها. هذا بدنا نتجنبه عارفين. أنا نفسي صراحة أشوف هناك إيش فيه. مكتوب جان شوب يعني محل محل الأسلحة. فا خلنا نروح نشوف بس هناك إيش فيه عارفين. طيب هذا عاد يبغى له مفتاح. ما أظن الزرادية اللي كانت معانا يعني مدها تفتح القفل ذا. خلنا نشوف الجان شوب هنا إيش فيه محل الأسلحة. طيب طيب شفت شي وراه؟ هذي ذا حلو حلو. قطع السلاح هذا هو القطعة اللي لقيناها. كل عليها دحين جيب القطعة الثانية. هو في سلاح والله صدقوني في سلاح قريب.
Kendo, you're all right. Yeah, all right, it's a stretch. Sorry, I got a little jumpy there. Didn't know quite what to expect. No shit. Look, we're using the subway to get people out of town. You in? Subway. Well, that's good thinking. When we get out, there's gonna be a lot to do. We could use a man of your skill set. What's wrong? Nothing. Just bad timing is all. Well. Look, don't worry about me. I'm gonna make other arrangements, okay? You better. You're the best gunsmith around. Oh, no. Don't do anything stupid. Oh, that's your job, right? Take care, Jill. هذا ال هذا الرجال ذا كان فيه بس نديف التو بصراحة خسارة ما هو جاي معانا. طيب جبنا اللي هو ال جبنا المفتاح حق ال حق القفل عارفين. دحين خلونا نروح نفتح اللي هي ال نفتح الباب اللي ورا ذاك لما كان بدي نفتحه. وخلوني كمان خلاص كنت باخذ صراحه اللي هي اللي تفتح لنا الاقفال بس لكن لا خلاص ناخذ الزرعه دي اشوف ايش فيه. اوكي احنا جبنا القطعه عارفين الاولى حقت السلاح. القطعه الثانيه اعتقد نجيبها من ال من الباب اللي راح نفتحه بس خلينا نبدأ نخلط الشيئين هذي. هذا السلاح ذا خلونا بس شوف. يا سلام حلو بس أكيد ما راح استخدمها مع الزومبيز. راح نستخدمها لما نواجه يعني أعداء جمدين. خلونا دحين نستخدم مفتاح. والطريقة اعتقد انه من ورا بس ممكن من هنا نجيب اللي هو السلاح الاكثر والاقل. هذا ايش يطلع ده؟ اوه خلنا دي من ذي. اقرب والله ذا جامد من الذين يعني حاولت اقتله اتذكر الحلقة الماضية. الله يلعن ابو شكلك انت عايش. خلنا نرجع لورا. لا والله حالتي مرة صعبة. خلنا اعالج نفسي. اوكي هذا خلاص ما راح احتاجه عشان عليه اللي هو على اللي هي علامة الزبالة فخلاص هنشيله. فين ذا فين خلوه يجي. تطلق عليك من هنا. حلو تعال انا بقتلي تعال. العن ابو شكلك موت ريحنا. خلاص مات. فين الثاني فينه. هنجيب الثاني. تعال يا سلام سلم هو ذا اللي نبيه. والله صراحة سلاح مرة جامد بس لكن الشيء ذا ما ادري ايش بالسمامات يا ناس. كيف كذا؟ وانا امزح معاك انا. افتح الباب. خلوه يجي. والله شيء مرة جامد من الذين. وهذا ما يموت ذا ولا ايه؟ اوكي جا. لو ما مات دحين مصيبة. اوكي مات ثلاثة طلقات لازم الله ياخذه. ورا في شيء خليني بس شو. لا خلاص ما في شيء. ايش عندنا هنا؟ لا كم طلقة فيه؟ الله ياخذك يا ناس. والله شذي مره جامده. الحمد لله مات. طب هو كله علينا نرجع اللي هي محطه القطار عارفين بس لكن صراحه نفسي الاقي القطعه الثانيه حقت السلاح يعني اللي نحاول نجيبه. خلينا نشوف ايش فيه. لا والله ممكن هنا. اجل راح ارجع صراحه ورا.
وراح اجيب اللي هي اللي افتح فيها القفال. بس خلينا نرجع لورا، كانت في الشنطة الكبيرة يعني مداني اجيبها من ورا. اوكي اللي افتح فيها القفال جبتها. ودحين نفتح القفل ذا نشوف ايش فيه هنا. يا سلام رصاص، خلاص ما في شيء هنا. خلينا ننزع تحت. والله الصراحة كأنه كان في ورا في طريق، عارفين ما أدري صراحة يعني الطريق هو للمحطة اللي نحاول نوصلها أظن من هنا، فما أدري صراحة في طريق ورا فوتناه. إن شاء الله ما فوتنا شيء مهم. يا الله يا ساتر، معروف بيجي دحين. بخري جاء احمر بانه لازم نشرد. يا الله طب اشرد ايش معاه؟ حط رصاص سريع ما في وقت. الله ياخذك يا الله. اوكي دحين خلينا نشرد ان شاء الله، دحين راح نقدر نشرد. هي وخري ولا وخري عنا. الحمد لله وخرنا. خطرك على ذا ما في وقت. هي طب شردنا هي. طب وين دحين من هنا؟ الله ياخذك انت وسلاحك ذا. وخر يا سلام جت فيهم يا سلام. هي اشرد اشرد اشردي يا شباب. انا راح انهي الحلقه هنا. الله يعطيكم العافيه على المشاهده. باذن الله راح نكمل الحلقات القادمه. اتمنى ان الحلقه دي نالت اعجابكم، واذا نالت اعجابكم لا تنسون تضغطون زر لايك وسبسكرايب. انا باذن الله اشوفكم في الحلقات القادمه. في امان الله.